صباح الخير أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أحوال مصر. زي ما عودناكم إن إحنا دايما بنهتم بمشاكلكم وبنحاول نقدم الحلول، وإحنا النهاردة معانا مشكلة رؤية الصغار، وبنحاول على قد ما نقدر نحل المشكلة دي بين الأهل. ومعانا ومعاكم المستشار ياسر حربي، المحامي بالنقض والخبير في التنمية والإرشاد الأسري، للإجابة على تساؤلاتكم واهم الحلول القانونيه لمثل هذه المشاكل. اهلا وسهلا بحضرتك استاذ ياسر. اهلا بك يا استاذه. استاذ ياسر، احنا معانا مشكله رؤيه الاطفال النهارده. تفتكر فعلا المشكله دي تخص كل بيت في مصر؟ هو للاسف الواقع بيقول ان المشكله دي مشكله مؤرقه للمجتمع المصري. عندنا الاحصائيات بشكل مبدئي بتقول ان عندنا ما يقرب من 9 مليون طفل بيعاني من المشكلة ديت. الإحصائيات برضو بتقرب من إن في حوالي 6 مليون أسرة بتعاني من المشكلة ديت. فإذا ديت مشكلة خاصة بصميم الأسر المصرية، وبالتالي بتؤثر سلبا على الأسرة، على اعتبار إن هي النواة الأولى للمجتمع. احنا بنتكلم بشكل اجتماعي، انما لو بشكل خاص هي بتأثر على الأطفال، طبعا لها مساوئ كتيرة جدا. فبالتالي هي مشكلة فعلا بتخص كل الأسر المصرية. مفيش بيت في مصر إلا لما بيعاني من المشكلة دي. طب وإيه سبب المشكلة دي والآثار المترتبة عليها يا أستاذ ياسر؟ بص، سبب المشكلة دي أسباب كتيرة. رقم واحد، إن احنا محتاجين نقرب شوية من ربنا، لأن احنا بعيدنا عن المنهاج الشرعي والسلوك الشرعي والسلوك الإنساني حتى، لأن طبعا ده نوع من أنواع قطع صلة الأرحام. للأسف الزوج والزوجة بعد ما بينفصلوا ما بيحترموش بعض. هو للأسف إن أنا بدفع الصغير ده تمن اختياري الخاطئ أو تمن ظروفي، والزوجة أو المطلقة بتدفع الصغير ده والتمن اختيار خاطئ ليها أو تمن الظروف، مع العلم إن الصغير ما بيبقاش له أي دخل أي ذنب في المشكلة في, في, في سوء الاختيار. وبالتالي بتبدأ المشاحنات عن طريق العناد وعن طريق الانتقام من الزوج أو من الزوجة، بحرمان الصغار من رؤية أبيهم أو من حرمان الصغار من رؤية أمهم إذا كانوا مع الأب. طيب ما هي العوامل اللي ساعدت على تفشي هذه الظاهرة في المجتمع؟ يعني بقت عندنا حاجة بجد صعبة قوي، بقت الموضوع كبير قوي جدا. النهاردة أنا بشوف الأم مع الحضانة بتمنع الأب نهائي من الرؤية. زي ما احنا قلنا الأول مع حضرتك إن الموضوع محتاج أولا نقرب شوية من ربنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فالنهاردة إحنا كتاب الله والسنة بتمنع عن قطع الأرحام وبتحث على صلة الأرحام. فكون إن النهاردة المطلقة أو الأم تمنع الصغار من رؤية أبيهم، فهي كده بتساعد وبتحرض على قطع الأرحام. قطع الأرحام بيؤثر على الأب، وبيؤثر بشكل سلبي وخطير جدا على الصغار. ممكن يكون الصغار الأب بيبقى عنده جمود من ناحية الطفل، هو ما بيحسش بيه لأنه بيتربى بعيد عنه. لا، هو طبعا غريزة ربانية، غريزة الأبوة، فبالتالي بيبقى عنده مشاعر، ولكن هو بيبقى موقفه سلبي، مش قادر يتحرك. واحنا عندنا كمان مشاكل الواقع فرضها، محتاجين فيها تدخل تشريعي، محتاج قانون الرؤية يتعدل بشكل يعني أفضل من كده في التنفيذ، لأن الواقع ثبت إن التنفيذ في الرؤية ممكن يبقى فيه ثغرات كتيرة ممكن يتم التلاعب فيه، وده اللي بيعمل المشاكل الحالية. طب اللي أنا أعرفه يا أستاذ ياسر إن رؤية الصغير بيتم تحديد ليها مكان. تمام كده؟ طب الأم ما حضرتش أكتر من مرة أو ما حضرتش من أول مرة بالطفل للمكان ده، إيه اللي بيحصل؟ بص حضرتك، هو إحنا المشكلة اللي بتصادفنا في التنفيذ في الواقع، عشان كده إحنا بنقول محتاجين تدخل تشريعي، إن القانون لما اتوضع حط مصلحة الصغير
في 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 نصب عين القانون. طيب. للأسف الأمة بدأت تستغل الثغرات ديت في إن هي تمنع الصغير من الرؤية. فإحنا دلوقتي القانون إدى ما خلاش التنفيذ صارم مراعاة لمصلحة الصغير. يعني لو فرضا في يوم الصغير عنده شوية تعب، فطبيعي ان هو ما يروحش الرؤيه، فالقانون حط الحته دي في الاعتبار. طب ايه حضرتك اللي يثبت؟ ما انا هقول لحضرتك. اتفضل. الصغير عنده امتحان ممكن ما يروحش الرؤيه. الاحوال الجويه مثلا ممكن ما تساعدش ان الصغير يخرج ويروح نادي. طب مثلا ليه ما نعملش استضافه يا استاذ ياسر بدل الرؤيه؟ يعني ليه الاب ما يستضيفش الطفل عنده؟ طيب يومين في الاسبوع. انا استاذنك اخلص الجزئيه دي ونتكلم في موضوع الاستضافه. فلما يبقى عندي الاحوال الجويه ممكن تمنع سواء الأمطار أو الحرارة الشديدة من أن الصغير ينتقل عشان الرؤية، لما تبقى الأحوال الصحية ممكن يبقى الصغير عنده ظروف صحية تمنعه، أي شوية برد أو الكلام دوت يبقى خطر أن هو يخرج، فبالتالي بدأت الأم تستغل الكلام دوت. فعشان كده بنقول إيه، لما ما بيتمش تنفيذ حكم الرؤية في المرة الأولى فيجوز أن احنا ناخد بعذر من الكلام دوت. طب والمرة التانية يجوز برضو إذا كان العذر منطقي، والمرة التالتة إحنا بقى كده هنبدأ نوصل لمرحلة إذا كان فعلا ديت أعذار فعلا واقعية ولا أعذار وهي والأم أو الحضينة بتستغل هذه الأعذار عشان خاطر تمنع الصغار من رؤية أبيهم. المفروض إن هو بيتم تحرير محضر أو إثبات حالة بالوقع. في المكان اللي منوط بيه تنفيذ الرؤية، النادي الاجتماعي أو المركز الشباب أو الكلام دوت، وبيتم محضر إثبات حالة في اسم الشرطة اللي تابع، وبعد كده بيتم عرض الموضوع على قاضي بتاع شؤون الأسرة. طيب. وهو بيرى عما إذا كانت الأعذار ديت وهي ولا غير. طب في الحالة دي يا أستاذ ياسر إيه اللي بيحصل؟ يعني الجلسة دلوقتي ده نزلت قدام قاضي والأم فعلا ما بتنفذش الرؤية، إيه اللي بيحصل؟ هو للأسف حتى الحل اللي حطه القانون حل ما ساعدش في حل المشكله، بل بالعكس ساهم في ازدياد المشكله. اللي هي القانون قال ان القاضي هنا بيحرم الام من الحضانه. تمام. وبتنتقل الحضانه لما يليها لمده معينه بيحددها القاضي، ممكن شهر ممكن ست شهور ممكن ما يليها، اللي ممكن تكون والدتها او اختها. طبيعي جدا ان هي والدتها في حاله اذا كانت في حاله عدم وجودها اختها. تمام. فبالتالي احنا برضو ما عملناش حاجه جديده، يعني أكيد. يعني هو الصغير مع الاسره هي بالظبط. وبالتالي الأب وطبعا الاب لو خد الصغير ممكن يحرم الام من الرؤيه وتبقى نفس المشكله بالظبط، بيتحط فيها في الاخر وبيقعد حياته. انما احنا لو عملنا مثلا تعديل تشريعي وقلنا ان القانون يقول لو الام امتنعت او ثبت امتناعها او تعمدها منع الصغير من رؤيه الاب، وخدنا منها الصغار كنوع من انواع العقاب الضغط لفتره واديناهم لفتره بس طبعا تبقى فتره محدده شهر او زي ما موجود في القانون. تمام. واديناهم للاب، هي هتبقى حريصه بالمعاناه. طبعا دي رقم واحد. ورقم اتنين هتبقى حريصه على انها فعلا توديهم في مواعيدهم عشان ما يتاخدوش منها. فده محتاج تدخل تشريعي. للأسف التدخل دوت المفروض يتم بقى بشكل كمان أفضل في ظل المعاهدات اللي عملها الأمم المتحدة الخاصة بالأطفال، اللي هي بتنص على أن يحق للأب أنه يستضيف الأولاد. وديت بقى مين حضرتك المختص يعني ممكن حضرتك تقدم مشروع بقانون او بتعديل الماده دي في القانون لمجلس الشعب؟ هو طبعا احنا ممكن نعرض المشكله على احد الساده اعضاء مجلس النواب. تمام. وبالتالي هم بيقدموا مقترح، وهو بالفعل فيه حاليا دلوقتي مقترح بيناقش بتعديل بعض الاوضاع في قانون الاحوال الشخصيه، ونأمل إن المقترح اللي موجود حاليا. طب هستأذن حضرتك ناخد اتصال. اتفضل. ألو أستاذ أحمد. ألو السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ رشا صباح الخير. صباح الخير يا أستاذ ياسر. صباح النور أستاذ أحمد. الله يخليك يا أستاذة. أنا كان عندي استفسار بس كده، سؤال للأستاذ ياسر بعد إذنك. تحت أمرك اتفضل. نعمل إحنا إيه يعني كأبهات موجودة محرومين من أبنائهم بسبب قانون الأحوال الشخصية اللي كله في صالح الأم في كل حاجة؟
نعمل احنا ايه فيه لما اكون انا اب ليا ابن محروم منه وما بشوفهوش ومحروم منه، وامه اتجوزت وابني يتربى مع غيري وامه حرمه مني، نعمل احنا ايه؟ احنا لسه والله يا استاذ احمد بنتكلم في الموضوع ده دلوقتي حالا، لو حضرتك متابعنا ايوه الرد مع الاستاذ ياسر حالا. فاحنا يعني عايزين، احنا كأبهات عايزين برضو القانون يبقى في صالحنا مش في صالح الام في كل حاجه. احنا حضرتك بنشوف 80% من الاطفال الشوارع واللي هم اللي بيطلعوا حراميه وبيطلعوا بسبب الانفصال الاسري، ان الاب ما بيتابعش والام بتاخد ابنائها بعيد. لازم وجود الاب في حياه الابنه والابنه في كل حاجه. فاحنا يعني يا ريت نناشد من خلال البرنامج بتاع حضرتك، نناشد يعني السيد رئيس الجمهوريه والسيد رئيس مجلس الوزراء بتعديل قانون الاحوال الشخصيه لصالح الاب في اي حاجه. لسه احنا يا استاذ احمد بنتكلم في الموضوع وبنقول ان احنا هنقدم طلب لاحد الساده النواب، وان شاء الله يكون هو يقدمه في مجلس الشعب بتشريع القانون او بتعديل الماده اللي تخص الرؤية في القانون إن شاء الله. والأستاذ ياسر هيرد على حضرتك دلوقتي في التعديل. اتفضل إن ياسر. شاء الله إن شاء أشكر الله. حضرتك. أستاذ أحمد، إحنا لسه كنا بنتكلم إن إحنا محتاجين تدخل تشريعي، وتدخل تشريعي سريع وهام لحل المشاكل اللي فرضها الواقع. عايز بس أصحح جزئية خاصة بحضرتك معذرة، إن القانون دايما بيوضع بشكل محايد، لا هو موضوع لصالح الزوجة ولا موضوع لصالح الزوج أو الأب أو الأم أو المطلقة أو المطلق، ولكن القانون اتوضع راعى مصلحة الصغير، لأن شرعا وقانونا أولى الناس برعاية الصغير هي الأم. ولكن إحنا المشكلة عندنا مش في القانون، أنت عارف البيت الشعر اللي بيقول نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا. المشكلة مش في القانون، المشكلة في الأشخاص اللي بيخاطبهم القانون. المشكلة في إن بدأنا دلوقتي ننسى الأوامر الإنسانية قبل الأوامر الدينية عشان خاطر إن الأم تحض على قطع صلة الرحم. كمان عايزين نقول إن من الحاجات اللي أنا بنادي بيها إن لا يتم الانفصال ما بين الزوج والزوجة إلا بعد عمل جلسة بحاجة خاصة من الأزهر بتبصر الأم بحقوق الأطفال ديت، وإن هي ما تحطهمش على قطع صلة الأرحام، وتبصر الأب بحقوق الأطفال ديت في إن هو دايما يبقى متولي رعايتهم. ولكن إحنا عايزين نقول إن فعلا النهاردة الآباء في ظل قانون الرؤية مظلومين جدا. اولا انا ازاي اكون اب ومطلوب مني ان انا اقوم سلوك الصغير وانا ما عنديش وقت بشوف فيه الصغير؟ الحكم بتاع الرؤيه بيبقى ساعتين ثلاثه في احد الاماكن العامه، بتبقى الام متحفزه ممكن تيجي في اخر 5 دقائق في الساعتين ثلاثه، وبالتالي يبقى الحكم اتنفذ. برضو زي ما احنا قلنا ان هي ممكن تستغل الكلام ده كله. عشان كده اللي بقول لحضرتك، ليه ما يبقاش في استضافه للصغير عند ابوه على الاقل يومين في الاسبوع؟ وده حقه انه يقعد مع ابنه ويعرفه حضرتك. ويتعرف على ابوه اكتر. للاسف احنا في اتفاقيه صادره من الامم المتحده خاصه بحقوق الاطفال، مصر موقعه على الاتفاقيه ديت من سنه 1990 ولم يتم تعديل قانوني او تشريعي لما يتوافق مع الاتفاقيه ديت. الاتفاقيه ديت بتقول ان يحق للاب ان يرى ابنه مرتين في الشهر لمده يومين. يعني لو تم الكلام دوت، اولا هيبدا الابن يتقرب من الاب والاب يتقرب من الابن. ويومين في الشهر مش كفايه يا استاذ ياسر، يعني يومين في لا الاسبوع، يوم خميس وجمعه اللي هم لا طبعا اجازه يومين مرتين في الشهر. لا مش قصدي، يعني انا قصدي النهارده انا عندي كل اسبوع اجازه للطفل من الخميس للسبت. تمام. ممكن الطفل بعد ما يخلص المدرسه الخميس يقعد الجمعه يجي السبت اخر النهار يحس. اصل الاب هنا له دور كبير جدا طبعا، ليه دور بص في تهذيب سلوك بص الطفل حضرتك. في بيخاف منه بيعمل له حساب. احنا دلوقتي بنعترض على بعض السلوكيات الغريبه على مجتمعنا. تمام. موجوده دلوقتي منتشره بنشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي. ديت ناتجه عن ايه؟ ناتجه عن ان فعلا بدا يبقى فيه
انفصال ما بين الأجيال. يعني أنا كأب، يعني زمان الأسر كان الأب والأم دايما بيجتمعوا، الصغير دوت بياخد خبراته. طب استاذن حضرتك معانا مداخله، استاذ محمود اتفضل. الو، صباح الخير. صباح النور يا فندم، مع حضرتك. ممكن اشارك؟ اتفضل، تحت امرك، مع حضرتك معانا مشارك. بصراحه انتوا طرحين موضوع مهم جدا اللي هو قانون الرؤيه بصراحه، وده فعلا دلوقتي بيشغل ناس كتير، لان المحاكم دلوقتي بقت مليانه بقضايا الرؤيه دي كتير جدا، وفي مشاكل كبيره جدا بالنسبه لموضوع قانون الرؤيه. بس الواحد يعني حابب ياخدها من زاويه تانية، اللي هي زاويه الانسانيه للطفل نفسه، ان هو لازم يبقى يعني الفتره دي لازم يبقى موجود ما بين ابوه وامه يعني. طبعا. فيا ريت يبقى في حل، يبقى رؤيه كتير للاب اوقات كتير، ما يبقاش مثلا محدوده على زياره في الاسبوع او زياره في الشهر. والله ده اللي انا بتكلم فيه حضرتك يا استاذ محمود، ان احنا يبقى في استضافه. لان بالتاكيد الولد اولا الولد بينسب لابيه. طبعا. تمام؟ فلازم يتعلم من ابوه. أكيد. مش هتعلم من خال و... او الام وديه. صعب جدا ان الطفل برضه هيكتسب، الام نفسها عبء عليها اصلا. طبعا طبعا. فلازم يبقى مثلا يبقى في مرونه في الايه في الموضوع ده بالذات، ان فعلا كتير كتير جدا يعني بسبب الانفصال الكتير اللي بيحصل يعني. لسه بنتكلم في الاستضافه يا استاذ محمود. شكرا استاذ محمود، بشكرك جدا فعلا، يعني حضرتك اثرت موضوع مهم جدا لسه بنتكلم فيه، اللي هو الاستضافه. لازم الاب ياخد الطفل عنده يومين في الاسبوع يا استاذ ياسر، زي ما بقول لحضرتك هيتعلم منه كتير. الطفل او الولد بالذات اكتر من البنت محتاج ابوه قوي، محتاج ان يحس ان في حد بيخاف منه بيعمل له حساب. بص حضرتك، هو احنا برضه عايزين نقول ان مش دايما حياتنا كلها تبقى قانون. تمام. عندنا قبل القانون جانب انساني، لازم في جانب انساني، في جوانب انسانيه لازم الام تراعي، ان الصغير ده له نفسيه بيتاثر بالايجاب وبيتاثر بالسلب. طبعا. ممكن يكون الصغير دوت عاجز عن ان هو يعبر عن مشاعره اللي موجوده جواه، مشاعر احتياجه للاب، وطبيعي احتياجه للاب احتياج فطري. اي حد حواليه غير ابوه هو محتاج لابوه، حتى لو كان ابوه ده انسان سيء جدا فهو بالفطره محتاج لابوه. والبنت يا استاذ ياسر، عارف البنت الاب بالنسبه لها طبعا ضهر وسند. بالنسبة إحنا لما بنتكلم على الصغير بنتكلم على الولد والبنت. تمام. فإحنا النهاردة بنقول إيه؟ إذا كان الأب في ظل الظروف الطحينة اللي فيها المجتمع بيقعد مع أولاده بشكل سريع جدا، ما بالك بقى لو إحنا هنوكل الموضوع دوت للخال زي ما قال الأستاذ محمود أو الكلام دوت، فطبيعي الخال مش فاضل أولاده، هو مش فاضل أولاده فعلا، أو بيوفر وقت لأولاده بمشقة، فبالتالي مش هيبقى برضو في رعاية لأولاد الأخت المطلقة أو الكلام دوت بالشكل الكافي. ولكن إحنا الرؤية يا أستاذ ياسر، فضلي. يعني عايزين نطرح رؤية بقى لحل المشكلة دي. زي ما إحنا قلنا دلوقتي حالا الموضوع مش متوقف على الجانب القانوني فقط، الجانب الإنساني، الجانب التربوي، الجانب الاجتماعي، الكلام ده كله لازم اللي معاه الحضانة بتاعت الصغير دوت سواء كانت الأم أو الأب، لأن هو طبعا ممكن تبقى الحضانة مع الأم وهي حرم الأب، أو الحضانة مع الأب وهو حرم الأم. تمام. طب وبقى حضرتك في مشكلة كبيرة جدا هنا. اتفضل. الأم بقى اللي معاها الأطفال، الأم دلوقتي معاها الطفل والأب مسأل عنه أصلا، ليه ما فيش قانون بقى هنا؟ احنا اتكلمنا عن الأب بكل مشاكله. تمام. ليه ما فيش قانون بيلزم الأب بالرؤية؟ بص حضرتك، يعني المفروض أن الطبيعي والأمر العادي ان انا مسؤول عن الصغار، وان انا متولي رعايتهم، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اسما ان يضيع من يعول. فالاطفال دولت في عواله الاب، فكون ان هو ما يسالش فهو بيساعد على ضياعه. ولكن احنا عايزين نقول ايه؟ ان المشكله بيبقى ليها اثار بتبدا تنتج من ايام العلاقه الزوجيه. طب لو مفيش مشاكل، انا جات لي واحده ست بتكلمني في تنويه الحلقه، بعتت لي رساله بتقول لي ان الاب ما بيسالش في ابنه وبيبعت له 650 جنيه في الشهر. النهارده يا استاذ ياسر 650 جنيه في الشهر يكفي طفل؟ هو طبعا الموضوع بتاع النفقه موضوع نسبي بيختلف من شخص لاخر. تمام. ولكن احنا عايزين نقول ايه؟ قبل النفقه لازم يبقى في رعايه، وقبل الرعايه بالمأكل والمشرب لازم يبقى في رعايه عاطفيه. طبعا. فاحنا النهارده بنقول يا جماعه اللي انت بتعمليه ده يا ام
بحرمانك من التواصل ما بين الصغار وابيهم، او اللي انت بتعمله ده يا اب ببعدك انك تحرم ولادك منك وحرمان اولادك منك، دوت بيطلع شاب عنده مشاكل نفسيه وعنده جفاف من ناحيه الاهل. طبعا طبعا، يعني عنده جفاف لو ابوه مش مراعي، عنده جفاف من ناحيه ابوه قوي. عشان كده بدات تنتشر ظواهر ان مثلا في مثلا ابناء وضعوا ابوهم مثلا في دار مسنين وما سالوش عنه طبعاً بالسنين. طبعا هم اساسا ما فيش، هو مش حاسس بيك اب. فبالتالي هو ايه، الاب اعاق الاطفال قبل ان الاطفال يعوقوا، او وضعوا امهم. يعني كان في حاجه منتشره كده الايام اللي فاتت ان مجموعه من الابناء بيحاولوا يطردوا امهم بره البيت، فدوت برضو اكيد ناتج من الجفاف العاطفي اللي احنا اتربينا عليه، او او الاطفال دي اتربت عليه. بيطلع ما عندهمش ولاء، بيطلع ما عندهمش انتماء، لان هم برضو فاقدين الثقه باقرب الناس ليهم، فبالتالي ما عندهمش ثقه في حد خالص. بالتالي بيبقى عندنا، هتبقى في وقت من الاوقات عندنا جيل مهزوز، جيل ما تربطوش اي عواطف، ودوت هياثر على المجتمع بشكل سلبي وياثر على مصر بحالها. فعشان كده احنا بنقول يا جماعه، عشان نحافظ على المجتمع، عشان نحافظ على الاسره، عشان نحافظ على مصر، لابد ان يبقى في علاقه سويه، لابد ان يتم تعديل تشريعي يوازن ما بين الامور، يحط عقاب رادع لمن يتولى هذا الامر، سواء كانت المطلقه او الاب او الام او الكلام دوت. طب في حاجه احسن من كده يا استاذ ياسر، هنتكلم في حاجه دينيه. تمام. ليه مثلا الازهر ما يعملش في كل جامع يبقى امام المسجد؟ حاجه مش هتكلف الدوله حاجه خالص، ولا تشريع ولا اي مشكله خالص. يعني ممكن الازهر يبقى في مثلا امام المسجد، في مشكله ليه امام المسجد ما يتولاهاش؟ بصي حضرتك، الموضوع دوت موجود بشكل كبير قوي في القرى والنجوع، لان الناس طيب هنا. طيب هنستاذن حضرتك، معنا اتصال. الو الو، دوابه من اسوان. اهلا وسهلا بيك يا استاذه دوابه، تحت امرك، اتفضلي. حضرتك يعني انا اساسا محاميه. اهلا وسهلا بيك. عاصرت قضايا الاسره والمشاكل اللي في الاسره في المحكمه، يعني تمام، بحكم القضايا اللي بشوفها واللي توليتها. لكن حضرتك يعني انا برجو من كل واحده قبل ما تخش خطوه المحكمه ما تعملش شرخ نفسي ما بينها ما بين زوجها، لان الزوج ده مش زوج وبس، ده اب يعني سندها وحماها. وخلي بال حضرتك التفكك، والجيل للاسف احنا بنعاني من بعض، من البعض، من سوء الخلق. سببه ايه حضرتك؟ التفكك الاسري. التفكك الاسري طبعا طبعا، وسببه كمان ضعف للاسف القوانين اللي اضعفت الرجل شويه. تمام. الو، ايوه بحضرتك فندم. طب بشكر حضرتك اللي اتصالت قطع. استاذ ياسر، الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه برضو التفكك الاسري، احنا عايزين حل يا استاذ ياسر. يعني النهارده انا بقول لحضرتك امام المسجد، احنا طبعا الاب والام بيبقوا في حاله مش طايقين بعض. تمام. ممكن تكون مشكله كبيره حصلت، لا قدر الله، بنوصل لمشكله خيانه، بنوصل سواء من الزوج او من الزوجه، بنوصل لاي مشكله بتؤدي للانفصال نهائي. طيب احنا عايزين نقول ان الرؤيه احد النتائج المترتبه على الطلاق. تمام. فاحنا المفروض نرجع خطوه لورا ونعالج مشاكل الطلاق عشان ما نوصلش المرحله دي. الاول كانت الناس عندها قدر من التعليم اقل من دلوقتي بكتير، ولكن كانت ايمانياتها عاليه قوي، فكانت عارفه حقوق الزوج، والزوج عارف حقوق الزوجه، والزوج والزوجه عارفين حقوق الاسره. طيب. وعارفين حقوق المحيطين، فكانت المشاكل اقل. كان في مشاكل بس اقل، وكان سرعان ما تحل هذه المشاكل. النهارده التكنولوجيا والتطور والسرعة والحياة والكلام دوت بدأ يسحب شيء من الفطرة اللي موجودة جوانا، لأن هو الأب موجود بالفطرة حتى ولو مش متعلم، فهو أب بالفطرة. الأم الأول كان في أمهات مش متعلمة خالص،
ست طبيعية، ولكن الفطرة فطرة الأمومة موجودة عندها، فكانت فطرة كونها زوجة موجودة عندها، كانت عارفة إمتى بتحافظ على بيتها وإمتى بتحافظ على زوجها وإمتى تشد وإمتى ترخي والكلام دوت. أنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذ ياسر، وسعيدة جدا باللقاء ده، وبشكر السادة المشاهدين، وانتظرونا في الحلقة القادمة، وموضوع مهم جدا مع الأستاذ ياسر برضه. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة عيد الأم وعندنا أم إن شاء الله المثالية أول فقرة، وتاني فقرة هيبقى معنا موضوع مهم جدا مع الأستاذ ياسر. أشكركم، ربنا يخليك.